الارض وزنها 7.21 من الاطنان. يعني 7,000,000,000,000,000 طن ده وزن الارض. يا الله. تعالى كده نفسر المساله. اي وزن لو انت شلت مثلا بطيخه وزنها مثلا 20 باوند فوق الدماغ تتحملها وتمشي. لو شلت مسمار فوق الدماغ مفيش مشاكل، كمان المسمار ده لو وقع من مبنى الامباير ستيت بيلدينج على راس الانسان كفيل ان هو يقتله، يموت في التو اللحظه. بالرغم ان المسمار وزنه مثلا 2 3 4 جرام بس اكتسب قوه كبيره جدا جدا من المسافه دي. القوه دي عباره عن ايه؟ عباره عن وزن المسمار في المسافه. دي بيسموها القوه الطارده المركزيه. الارض بقى تعمل ايه؟ الارض هذا الوزن المدبر اللي هي 7.21 من الاطنان بتجري بسرعه 66,000 ميل حوالين الشمس. هذا الرقم لما تضربه مع بعض بيطلع قوه جباره جدا اسمها القوه الطارده المركزيه، عشان تساوي تماما الجاذبيه بتاعت الشمس اللي عايز تجذبها. يبقى الارض بتعمل بردك 420,000,000 طن على البوصه المربعه تماما، عشان تبقى القوتين متساويتين، تساوي قوه الشمس عشان تظل المسافه ثابته. تظل المسافه ثابته لان احنا مش عايزين الشمس تبعد عننا اكتر من 92.3 مليون ميل. ولا عايزينها تبقى قريبه لنا اكتر من 2.3 مليون ميل، لان لو قربت لنا متنا. لو قربت حاجات بسيطه، ولو بعدت عننا حاجات بسيطه بردك متنا. اذا احنا لابد ان نعيش بهذا الحساب الالهي الذي وضعه المولى سبحانه وتعالى. لنفهم معنى والشمس والقمر بحسبان، عشان تبقى الكره الارضيه محميه بهذه المسافه. هذه المسافه عشان خاطر يبقى في النباتات تنبت، لان لو اقتربت اتحرقت النباتات. المياه اتبخرت، المياه كلها راحت، الكون كله حصل له الذعر والانهيار والدمار، واصبحت بيئه غير صالحه ان الانسان يعيش عليها. فتدور الارض بسرعه والارض تدور حوالين نفسها عشان تعمل ليل ونهار 1000 ميل في الساعه. الله. لان محيطها 24,000. فتخلص ال 24,000 ده في اليوم بالظبط. طب بيقول لك عمر الكره الارضيه اكتر من 5.5 بليون سنه. يعني ايه 5.5 بليون سنه؟ يعني 5,000,000,000 سنه و500,000,000 سنه مع بعض وزن الكره الارضيه. وماشيه بنفس النظام. كيف تمشي بهذا النظام؟ ولا تحيد ولا تقل ولا تمل ولا يحدث فيها اي خلل، لا في الزياده ولا في النقصان. لان اي خلل في الزياده او النقصان ادى الى هلاك الانسان ومملكته. لان كل ما على الكره الارضيه هو يمتلك الانسان، اعطاه الله، وهب كل ما هو على الارض، كل ما هو على الارض من كل شيء نراه ولا نراه للانسان. عشان يعيش الانسان في الامان وفي هذا الاستقرار بعيدا عن مفازع الهلاك الكوني اللي موجود. يبقى احنا لما نبص لهذه المساله هنا رقم، هنا رقم جبار جدا. لما نيجي نبص وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. طب ازاي لما نيجي نحللها؟ انت عندك اكتر من 160,000 ميل معايا، وسمك الغلاف الجوي 100 ميل. هذا البعد اللي هو 16,000 ميل، 16,000 ميل اللي هو علو الغلاف الجوي ده، بيحمي الكره الارضيه من الاشعه الكونيه اللي جايه من الشمس، اشعه مدمره. يا الله. اللي هو بيسموه الرياح الشمسي ده مين يقدر يتحمل هذا؟ دي الشمس لها السنه بالملايين، طول اللسان الواحد 500,000 ميل. يا الله. طب القطر بتاع الكره الارضيه اقل من 10,000 ميل. معناها ان اللسان الواحد يشيل اكتر من 5 كرة أرضية لسان. ايه اللسان؟ طب كم الف لسان موجود في الشمس؟ فبتقذف رياح شمسيه، بتقذف اشعه كونيه مميته، بتقذف لا يتوقف، بث مستمر من هذا. نقول نسمع بقى قول الله: والسماء ذات الرجع. كل ما تقذفه يعود مرة أخرى. هذا الغلاف الجوي اللي ربنا جعله حفظا ومحفوظا للإنسان وللكائنات لا يسمح إلا بمرور نص جزء من 2 مليون جزء.
لو سمح بمرور اكتر شويه هلكنا كلنا، وهلكت النباتات وهلك الحيوانات وهلك الانسان، وجفت جفت المياه واصبحت بيئه غير صالحه للحياه، انتهت. كذلك والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الصدع. ما نيجي نبص بقى للصدع، هذا تصدع مستمر. لا من ناحيه المياه البخار فما نيجي مثلا نبص مثلا الشمس بهذه القوه الجباره اللي هي ايه، ان الغلاف الجوي رحمنا من كميه الضوء بتاعها، ورحمنا من الحراره بتاعتها، لان حراره الشمس اكتر من 20 مليون درجه مئويه. 20 مليون، احنا لو في درجه، لو درجه الارض بقت 100 درجه فارنهايت الناس بتموت. ايه ده؟ ايه 100 درجه؟ ايه 100 درجه فارنهايت من 20 مليون درجه مئويه لحراره الشمس؟ يا فهذه الحراره الرهيبه اللي موجوده من الشمس بتؤدي الى تبخر المياه. 160 مليون طن من المياه بيتبخروا في الثانيه الواحده. الله اكبر. طب انت ما تيجي تحسب 160 مليون طن دول، انت محتاج اكتر من 160 الف شاحنه عشان تشحن اللي الشمس بخرته في الثانيه الواحده. طب ده تبخر. تبخر يعني ايه؟ يعني انفصال المياه عن الاملاح. المساله دي كيف تتم؟ كيف يتم انتزاع المياه العذبة؟ كيف نتصور هذا؟ وعلماء الفيزياء وعلماء الكيمياء يتنتزع المياه، تخرج نقية صفية عذبة من الأملاح، وتترك الأملاح تبقى في البحار علشان خاطر تعمل عملية اتزان لصحة الإنسان. إزاي؟ الكرة الأرضية مليئة بالميكروبات وبالفطريات وبالطحالب وبالجراثيم وبكل ما تتخيل من كائنات شرسة ولا تراها. لما بتمر فوق البحار تموت. يبقى كأن البحار معقم رهيب جدا يحمي اليابس اللي هو بيمثل الربع، عشان يأتينا الهواء نقي للإنسان يتنفسه. فثلاث ارباع مساحة الكرة الأرضية مياه مالحة حتى تقتل الميكروبات التي تمر عليها. والإنسان لا يفهم كل ولا يفهم هذا الكلام. سبحان الله. لا يفهم هذا الكلام. فهذه الأرقام كل رقم محتاج إلى قلم. مع أن كمية المية اللي بتنزل من الأمطار بتعوض المية. بتعوض المية نازلة تاني، والسماء لازم ترجعها، لأن أنت لو حسبت وزن المية اللي موجود على الكرة الأرضية منذ على الأقل بداية خلق الإنسان، أو بداية إن الإنسان يدب على الكرة الأرضية، لن ينقص 1 جرام. يا سلام. ولن يزيد. لأن المسألة لو المياه اللي بتتبخر في جزء منها بيصعد بيعدي مرحلة الغلاف الجوي ولن يعود، وزن الكرة الأرضية هيقل. فلو قل المعدل اللي احنا قلناها من حبة بقى راحت، مش هيبقى وزن الأرض 7 قدامنا 21 صفر من الأقران. فمعناها هتضعف القوة الطاردة المركزية في الشمس، هتبتلعها. ولذلك ما الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذا القول الجبار، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يعني طبعا الموضوع عن السماء موضوع كبير جدا، لان السماء دي عباره اللي هو الغلاف الجوي، بنتكلم على الغلاف الجوي عباره عن طبقه ايونوسفير، طبقه متأينه. يعني ايه تأين؟ يعني ذره فقدت الكترون بقت شحنه سالبه، او ذره اكتسبت الكترون بقت شحنه موجبه. يعني معناها ان شرسه فيها 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 يعني رجم، فيها كهرباء، فيها كهرباء. فعندك طبقه الاونوسفير وطبقه التروبوسفير اللي هي بترجع بردك سماء ذات رجع، ترجع الموجات الراديو. بنسمع احنا الراديو والتلفزيون، ده لابد ان يرجع. يا سلام. ده كله دي متخصصه. هل الانسان صنعها؟ هو الانسان اكتشفها، ولما اكتشفها استخدمها في صناعته، زي الطباخه الماهره اللي بتدخل المطبخ وسخرها الله عز وجل، فبتفتح الثلاجه تطلع بيضه وتطلع حبه دقيق وحبه جبنه وحبه زبده وتعمل كيكه طبخه. لو انت دخلت هذه الطباخه الماهره في المطبخ والثلاجه فارغه، ما هتقدر تعمل حتى لقمه رغيف. فالانسان من خلال المعطيات اللي ربنا سخرها لهذا الانسان، ومن خلال العقل الجبار الذي تميز به عن جميع المخلوقات،
وهنا يبين بقى تكريم المولى سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى آخر آيات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلة. هذا 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 التعظيم الكبير للإنسان نال هذا الشرف. ربنا يكتفي بهذا القدر عشان كنت عايز اخش لك والارض هذا الصدر. طب نكمل عايز اقول لك الارض.